مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نجم النجوم. ضيفنا مطرب شعبي ناجح جدا، اتميز بعفويته وطيبته، واصبح ظاهره فنيه وسياسيه في بعض الاحيان. ضيفنا ونجم النجوم هو شعبان عبد الرحيم. مساء الخير يا شعبان، ومنورنا في البرنامج. صباح الفل. شعبان، بتتضايق من حد لما يقولك انك ظاهره وهتخلص كمان كام سنه، او حاله وخلاص شعبان عبد الرحيم هيقعد حبه صغيره وهينتهي، تتضايق لما حد يقولك الكلام ده؟ لا، ما كان بيقوله كده وانا بقالي كتير كل يوم ظاهره ظاهره. عم شعبان، احنا نطلع لفاصل وهنرجع نكمل معاك حوارنا. فاصل ونرجع لكم على طول. عم شعبان، احنا في حد هيدخل معانا. قالوا لك على الفقره صح؟ اي حد ينور على دماغي. هو فنان شاب، هو اسمه حماده شاهين. ان شاء الله. يلا يا جماعه جاهزين؟ حماده جاهز؟ لسه في الفطار بيشرب حاجه سخنه. حاجه سخنه؟ ما جابونا احنا كمان شيش ولا حاجه. 5 4 3 2 1. استاذ، ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الله يخليك. اهلا، ازيك يا حماد؟ ايه الاخبار؟ والراجل معروف، هو ما بتقوله جديد ليه؟ انا بقول لك شعبان ولا بتقول لي يا حماده؟ انت عارفه؟ عارفه يا عم شعبان؟ طبعا. 5 4 3 2 1. بناء على استفتاء برنامج نجم النجوم، تم اختياره كواحد من اهم الاصوات الغنائيه. هو نجم الموال الشعبي القادم، ولقبوه بعدويه. واشهر اغانيه الأق اللي هي نزلت مؤخرا على الانترنت. معانا حماده شاهين. حماده ده كده دلع ولا ايه؟ لا، حماده ده اسمي. اسمك؟ اقول لك حماده القق بقى ولا لا لا تشوفيه بقى. ايه؟ قولي لي حماده القق احسن. حماده القق؟ طيب. حماده القق، انت شايف انه اغنيه واحده تخليك ان انت الجمهور يقول لك ان انت عدويه القادم؟ انا ما كنتش متخيله ان ممكن الشباب يشوفوك ان انت عدويه القادم. والله يا بصي، هو انا قلت الاغنيه الشعبيه في مصر في انحطاط، فانا قررت ان انا اعمل اغنيه شعبيه بشكل ارقى شويه من الاغنيه الشعبيه اللي بتتعمل في مصر. يعني فاهمه ازاي؟ بشكل كمان الناس يوصل لكل الناس. يعني اصل مفيش فنانين شعبيين في مصر. الغنى لازم يوصل لكل الناس، الغنى الشعبي بالذات. طب يا ريت تسمعنا حته من القق كده عشان برضه نشوف. لان انا للاسف ما سمعتهاش. اهو موقف بقى. معانا الناس بقى. الا 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 الاو 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 الا 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 الاو الاو الاو. تقول لي لا لا اقول لك، تقول لي اقول لك او لا او لا او لا او لا. صباح الفل. ايه رايك يا عم شعبان؟ حلو والله. في اغنيه القق. تيت من قوقك. والله عسل يا شعبان ومصحف. حاسس ان انت مشهور بشكل كبير في الخليج؟ انا في اي بلد خليج اكني قاعد في مصر بالظبط. يعني الناس هم ازيك يا شعبان؟ يا شعبان الكرسي والاحلى اللي انت قاعدها دي يا شعبان. يعني عشان مطرب شعبي وكده. يعني معقوله برضو. يعني ببقى انت حاسس ان انت مشهور قوي في الخليج؟ الحمد لله في الخليج. لا، بمعنى انه يعني انت متضايق من القعده ولا حاجه يا شعبوله؟ قعدتك انت حلوه. لا حلوه. طب الحمد لله. انت اجيب لك كرسيين طيب يعني يريحوك اكتر. كرسيين ومحمدين.
صباح الفل. طيب عايز اسالك سؤال يا حماده، اتجاهك للاغنيه الشعبيه كان ايه سببه؟ انت حسيت ان انت اثبتت نفسك جدا كممثل فقررت ان انت تتجه للاغنيه؟ هقول لك بقى، يعني الاغنيه الشعبيه زي ما قلت لك انا عايز احسن منها شويه. يعني لازم تبقى، لازم بقول لك توصل لكل الناس. لهجه، كلمات، احاسيس، فاهمه ازاي؟ الاحساس بتاع الاغنيه الشعبيه فقد. يعني انت شايف ان يعني كمان يعني اللبس يعني ليه جنسات بتاع، يعني ده اللبس بقى، يعني فاهمه ازاي؟ لازم كل ده يتحسن. فانا قررت ان انا اخد التجربه دي وربنا يسهل. كلمني عن اللا والاو. لا اول يعني لا، دي كلمه كل مصر بتقولها. يعني مثلا يعني شعبان مثلا يقول لي ايه، انت عجبتك الاغنيه اللي هو غناها؟ اقول له لا، هي كلمه يعني فاهمه. بس انت تقولها بقى بدل لا تقول او. وانت بقى تقول لي بقى او، يعني فاهم ازاي؟ اقول لك لا تقول لي او، فيعني هو ده. فانت كده رفعت من مستوى الاغنيه الشعبيه. طبعا. لا لسه كمان ده انا عندي في الالبوم نازل ان شاء الله. انت عملت البوم مش اغنيه سنجل يعني؟ لا ان شاء الله 20 اغنيه. في 13 في الشريط وفي 7 على سدهية. اوكي، بس انا قلت اجرب اللا او الأو في الاول، والحمد لله يعني اعتقد انها نجحت. طيب نتكلم في حته كده. اتفضل. يعني انا جاي مش عارف ان في حد تاني هنقعد بس نقعد نتكلم في الأو او بتاع. لا انا كنت بس بساله على دي لان انا كنت هرجع اكمل حواري معاك. يعني مش جاي عشان اقعد كده خلاص. لا خالص ابدا. تجيبوا لنا شاي ولا اي حاجه نشرب شويه ونقعد شويه. يعني تكملك ممثل وانا بحبك، مش عايز اقعد اتصل. ده انا بموت فيك يا شعبان، ده انا بموت فيك، ده يعني ده انا غنيت الاغنيه الشعبيه دي يعني عشان انا ما اقدرش اقول لك شويه انت عبال ما اتكلم، عشان انا بحبك اساسا من الاول عشان انت ممثل حبيبي وعامل معاك حلقه. بس حلقه صح. طيب حمادة، انت يعني انت لما بتفكر، لما تيجي دلوقتي هتفكر ان انت تكمل في الغنى، هتكمل غنى وتمثيل؟ يعني عم شعبان غنى ومثل ويمكن عمل فيلم مهم جدا. بس انا زي انا العكس. فيلم مواطن ومخبر وحرامي. انا نجحت في التمثيل فاهم ازاي، وبعدين غنيت. شعبان بصراحه نجح في الغنى وفشل في التمثيل. ده عمل يعني فيلم يعني هو من العكس. اجمل الافلام اللي في الفتره اللي فاتت مواطن ومخبر وحرامي. شغال في فيلم مواطن ومخبر وحرامي مع داوود عبد السيد. لو قعدت انت 70 سنه مش هتعرف يا شعبان. ما انت كنت طالع الحرامي يا شعبول، يعني 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 هتفهمني بايه بس؟ لا هو الواحد يقوم يمشي بقى. لا 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 استنى كده بقى شغل. هو والله اوعى ايدك بقى، بص ما تخليش اديك على بقك على طول. ليه يا عم شعبان؟ ايه القق اللي انت فيه ده يا شعبان؟ ايه ده فيه ايه؟ طب احسن واحد ياخده معاه. معلش يلا يا عم، يلا يا عم اجي معاك. لا هتطلع انت بقى عشان نكمل احنا الحلقه بقى. يلا اطلع انت. يلا تعالى. ما انا لا انا هدخل انا بقى تاني الحلقه بقى. ما انا هطلع انا ليه؟ ده الناس مكلميني من امبارح عشان اجي الحلقه دي. يلا مش معقول. لا ما انا هاجي بكره بقى اصور مع شخص تاني. طب ما خلاص بقى. طب استنى بس. طب سيبه وحيد، سيبه وحيد. تعالى تعالى نقه. سيبه وحيد. ما بص انت ماسك صباعي ازاي؟ احماده. طب امسكك من ايه؟ احمد برضو من كتفي. لا برضو كده، برضو من كتفي يعني كده برضو. لا اي حته تعجبك امسكك منها. لا ما تمسكنيش خالص. تعالى امسكني ليه يعني؟ طب كلم عمك شعبان. تعالى ما تزعلش. لا 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 يا جماعه لا. يعني انا يحصل كده قدام الناس وقدام الناس والله العظيم ما ينفع. طب ما تخرج. يعني اخرج بره؟ طب اعمل ايه اخرج بره؟ انا جاي هنا برنامج عشان 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 يعني ايه؟ هتعمل ايه بره؟ هنقعد انا وانت بره. واقعد معاك ليه انا بره؟ عمك شعبان ما يخلص. لا ادخل واكمل الحلقه دي بتاعتي اصلا. اتفضل بقى. اتفضل حضرتك. تعالى لقى. لا اتفضل. يلا يا حماده يلا. قول له عم شعبان، قول له اي حاجه يا عم شعبان. بص بيعمل ازاي. خلاص وحيد، سيبه وحيد. مش يعني هتعمل ايه يعني؟ مش فاهم انا والله العظيم. خلاص بقى قول له حاجه بقى يا عم شعبان. ايه حاجه وحيد؟ تصدق بقى ان انت قق بقى؟ تصدق بقى وكل اللي انت عملته ده شغل قق؟ يلا قول له. تعالى سيبه بقى وحيد. سيبه يا وحيد سيبه. تعالى ما تخافش. قول له حق. ايه يا عم شعبان في ايه؟ تعالى ما تخافش. لا ما بخافش انا يا عم. اتفضل يا سيدي. هكمل الحلقه واجيب. يلا يا سيدي. يلا يلا يا جماعه. عاجبك كده يا شعبان؟ بقى قبل بقى خليك كويس.
طبعا مش شعبان، انت ما بتفكرش ان انت تغني اغاني شعبيه مثلا زي اغاني عدويه؟ ما تفكرش ان انت تغير الايه اغاني شعبيه واغاني قوقه؟ لا غير القوقه، القوقه دي بتاعت حماده. بتتريق على القوقه بقى؟ شوف بص بيلقح بكلامها ازاي على القوقه غير دي؟ ده الناس اصلا حابينها. بتقعد بقى يا حبيبي بقى، خلينا نتكلم، ضيعت من دماغي الكلام. ما انت اتريقت على القوق يا شعبول. اهم خلاص بقى، الناس حبوها اصلا. ايه البادج التاني ده يا عم شعبان؟ ده اسمه ايه؟ اقرا كده. قوقة مؤسسة القوق. مؤسسة القوق حرام، عيب عليك. يلا يا لا خلاص، ما ينفعش يقراها بقى. بعد القوق ده ما نقدرش نقول دي ايه كمان. اوكي طيب. لا لا بس على فكره بقى شعبان، في اغاني بتاعتك كده ما بتعجبنيش. مش مهم الاغاني، بس عيب عليك لما اكون انت من دور بنت صغيره وتقول لي يا شعبان يا شعبولة. ما الناس كلهم بيقولك يا شعبولة، شعبولة كويسه. بس استنى بس وحيد، بس وحيد، بس وحيد. يا جماعه 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 سيبه وحيد. يلا يا ابني انت صغير يا ابني. ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه ده صغير يا ابني. ايه يا جماعه في ايه؟ انت عيل صغير مش عايز تحترم نفسك من الصبح. ميكنج انا ادخل انت عشان ادخل انت عشان ادخل انت عشان احترم نفسك يا ابني انت. خلاص خلاص انا اول مره اشوف كده. كنت هضربه على فكره، كنت هضربه بس ما رضيتش عشان انا مش هقوله. طب احنا نخلص بقى علشان كده ما ينفعش، عشان ما ينفعش حد يجري ويضرب حد. يلا يلا عشان ناس ايه هنا ايه؟